بصبح على حضراتكم مرة تانية، وخلونا نروح نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. الدولار الأمريكي سعر 15 للبيع و 19.7 للشراء، واليورو 19.50 قرش للبيع و 19.41 للشراء. الجنيه الاسترليني البيع 23 جنيه و 15 قرش، و الشراء 23 و5 قروش، والبيع 23 و15 قرش. الفرنك السويسري بيع 19.97 قرش، والشراء 19 جنيه 88 قرش. واليوان الصيني بيع 2 جنيه و83 قرش، والشراء 2 جنيه و82 قرش. الريال السعودي البيع 5 جنيه و9 قروش، والشراء 5 جنيه و7 قروش. الدينار الكويتي 62 جنيه و49 قرش للبيع، والشراء 62 جنيه و15 قرش. الدرهم الإماراتي البيع 5 جنيه و21 قرش، والشراء 5 جنيه و19 قرش. أما أسعار الذهب فعيار 18 سجل 917، وعيار 21 سجل 1070، وعيار 24 سجل 1223، والجنيه الذهب سعره النهاردة 8560 جنيه. خليني أروح مع حضراتكم في جولة سريعة عن أخبار الطقس النهاردة. طقس النهاردة هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرطوبة كمان مكملة معانا ومرتفعة شوية، وده طبعا هيخلي عندنا إحساس بدرجات الحرارة أنها تكون أعلى كمان من المتوقعة بدرجتين لأربع درجات. خلينا نشوف مع حضراتكم درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 34، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان هتكون 43، وأقل درجة حرارة في مطروح هتكون 31 درجة. وهنتابع مع حضراتكم بالتفصيل أخبار الطقس لكن بعد شوية.